حقيقة الأميرة تصدرت عناوين الصحف وعناوين الأخبار الدولية، حتى كما ذكرنا حب لا متناهي للعائلة الملكية البريطانية. لكن إلى أي مدى برأيكم بدد فيديو الأميرة المخاوف اللي انتابت محبيها طوال الأشهر الماضية؟ تحياتي لك والمشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا أميرة ويلز وكذلك أمير ويلز ولي العهد لديهما شعبية واسعة، ليس فقط في بريطانيا فحسب، وإنما في أستراليا وفي أمريكا. وهذا يدل على أن الملكية بخير في بريطانيا ولا خطر عليها على الإطلاق، خصوصا مع وجود الأمير ويليام وزوجته كاثرين. للأسف يعني إصابتها بالسرطان أقلق الكثير من البريطانيين، ولكن الأخبار مفرحة بأن الأميرة يعني تحت العلاج وأنها سوف تتعافى من المرض لأنه في بداياته ويمكن معالجته. هلا هناك من اعتبر أن الفيديو جاء متأخرا دكتور حميد، هل هناك ما يريد حقيقة أي ينشر هذه يعني المسألة أنه الملكية ليست بخير؟ يعني حضرتك انطلقت مباشرة بهذه النقطة، هل اليوم من مساعي للإشارة بأنه العائلة الملكية البريطانية ليست بخير ويجب يمكن إجراء بعض التعديلات عليها؟ في بريطانيا هذا الأمر مستبعد جدا، لأنه شعبية العائلة المالكة البريطانية تفوق 80%. هناك حسب استطلاعات الرأي 14% فقط ممن يقولون أنه يجب أن يكون رئيس الدولة أو منتخبا، 14% فقط. وهؤلاء هم معظمهم من الشباب دون 24 حسب استطلاعات الرأي. لذلك الملكية في بريطانيا بخير، ليس فقط في بريطانيا، حتى في كندا وأستراليا. يعني أنا اطلعت على استطلاعات الرأي في أستراليا، معظم الناس، صحيح النسبة متدنية وهي تتدنى مرور زمن، ولكن ما زال هناك غالبية تتمسك بالعائلة المالكة البريطانية لأنها تنخرط في عمل الخير، في الأعمال الخيرية، ولأنها تبتعد عن العمل السياسي. لذلك إلى أي مدى برأيكم اليوم هذه التطورات، يعني بداية مع الملك تشارلز قبل أسابيع الإعلان أيضا عن مرضه، وبعدها كيت ميدلتون الأميرة أميرة ويلز، إلى أي مدى ستشكل خطرا على عمل هذه العائلة؟ اليوم في مخاوف من أنه بعض أعضاء هذه العائلة ستتوقف مهامها، هل يمكن لذلك أن يؤثر على استمرارية عمل العائلة الملكية؟ نعم بالتأكيد، يعني الملك تشارلز الآن لا يستطيع أن يؤدي مهامه منذ إعلان إصابته بالسرطان. الآن الأميرة كيت أيضا تعطلت ولا تستطيع أن تمارس مهامها. الأمير ويليام انسحب من تأبين في ذكرى رحيل ملك اليونان قسطنطين قبل فترة، عندما أعلم بأن زوجته مصابة بالسرطان. لذلك بالتأكيد هناك تعطل لأعمال العائلة المالكة بسبب مرض الملك تشارلز ومرض زوجة ولي العهد كاثرين. ولكن هناك العديد من أعضاء هذه العائلة، والأمير ويليام نشيط جدا ويستطيع أن يؤدي هذه المهام، وكذلك الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز هي الأخرى تطلع بمهام وتنوب عن زوجها في العديد من المناسبات. لذلك العمل موزع الآن، ولكن بالتأكيد مرض الملك تشارلز ومرض الأميرة كيت أثر
على نشاطيهما. لا شك أنه سيكون الأمير تحت ضغوطات خلال هذه الفترة، وقد أشار كثر إلى ذلك دكتور حميد، لكن أيضا هناك من يعتبر أنه كان يجب على الأميرة أن تضع محبيها في تفاصيل أوفى عن ما تعيشه اليوم. هنا أعود لأتساءل، ألا يحق للأمير والأميرة أيعيشا بسلام على الأقل لهذه الفترة حتى تستعيد نشاطها وتستعيد قواها؟ بالتأكيد يحق لهما، ولكن الناس بسبب حب الناس للأميرة وللأمير ويليام لذلك يتابعون أخبارهما، وهذه الأمور لن تتوقف. ولكن أعتقد أن هناك الآن إدراكا لدى الجميع بأنه يجب أن تترك العائلة كي تتعامل مع المشاكل الصحية التي تعاني منها. هل سيتوقف الجميع عن متابعة أخبار العائلة المالكة؟ لا أعتقد، لا أحد سيتوقف، يعني حتى البيان اللي صدر عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أثار أيضا الكثير من التساؤلات من بعد ما غابوا عن المشهد لفترة طويلة. اليوم وقوفهم إلى جانب أميرة ويلز برأيك وإصدارهم لهذا البيان، هل يعيد لتحريك هذه العلاقة داخل هذه العائلة التي يحبها كثر حقيقة كما قلت لي؟ نعم، هو العلاقة لم تتأثر كثيرا، يعني تأثرت في البداية عندما أصدر الأمير هاري كتابه، والذي كان فيه بعض الاتهامات أو بعض الأخبار غير السارة بالنسبة للشعب البريطاني وللعالم أجمع حول، يعني تلميحات بوجود عنصرية ضد زوجته ميغان. ولكن هذه انتهت والعائلة المالكة نفت ذلك، وأعتقد أن هذه المسألة تجاوزها الآخرون. الأمير هاري هو الأمير البديل أو ولي العهد البديل، يعني ليس مهما، كما كان الأمير أندرو أخ الملك تشارلز. لذلك التركيز كله ينصب على الأمير ويليام، وهو محبوب جدا، لديه شعبية واسعة ونشيط جدا. لذلك أعتقد أن المسألة الآن، يعني هل توقع البعض دكتور، هو فقط كان سؤالي لأنه البعض توقع حقيقة أن يعود الأمير هاري أيضا إلى لندن بعد هذه التطورات للوقوف إلى جانب أخيه، يعني هذا الأمر اللي كان مستبعد خلال الفترة الماضية، لهذا السبب طرحت سؤالي. نعم، هو بالتأكيد مستعد للعودة في رأيي، ولكن هو أسس وجودا في الولايات المتحدة، وجودا شعبيا، وكذلك لديه شعبية واسعة أكثر صحيح. من رئيس بايدن والرئيس السابق ترامب، ولكنه بالتأكيد جزء من العائلة المالكة، ما زال أميرا، وزوجته ما تزال أيضا أميرة، ويمكن أن يعود إن كانت هناك حاجة أو ضرورة لهما في بريطانيا. في الوقت الحاضر لا توجد مثل هذه الحاجة أو نحن الضرورة. سنتمنى الصحة للملك وللأميرة بطبيعة الحال، وشكرا على هذا اللقاء معنا الليلة دكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي ضيفنا من لندن.